بعد تحرير مدينة الحزم مركز محافظة الجوف من ميليشيات الانقلاب، كان الأمن هو التحدي الأكبر بالنسبة للسلطات الشرعية وأجهزتها الأمنية التي وجدت نفسها أمام فصل آخر من الحرب وفي مواجهة مباشرة مع أدوات الميليشيا وخلاياها التخريبية الرامية إلى زعزعة الاستقرار وإقلاق السكينة العامة، والتي كان آخرها انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت سيارة أحد المواطنين وسط المدينة. أرادت الميليشيات بها أن تخوفنا وأن تزعزع بها الأمن والاستقرار، ولكن من هنا نقول نحن مع مدير الأمن، مع الأمن. الأجهزة الأمنية بالجوف ورغم إمكانياتها البسيطة تتحدث عن تمكنها من ضبط 3 خلايا متخصصة بزراعة العبوات الناسفة خلال العام المنصرم، علاوة على ضبطها لشحنة تحتوي على أجزاء من الطائرات المسيرة وأجهزة تحكم عن بعد وقرابة 2 طن من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيا. الحمد لله تم قبض على كثير من خلاياها النائمة والذي تقوم بالنشاط داخل المحافظة داخل المديرية بالذات الحزم، و يعني يقوم كذلك ب يعني إبطال الزرع العبوات الناسفة أو إبطال العبوة الناسفة قبل ما تنفجر، وهذه من إنجازات الأمن الحمد لله في هذه الفترة. محاولات كثيرة تسعى من خلالها ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين الأبرياء بوسائل مختلفة في المناطق المحررة، ما يدفع هؤلاء المواطنين للتمسك والوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية في مهمة حماية وتأمين أحيائهم. نساند الأمن على الأمن والاستقرار، والحمد لله ذا الحين نشوف أن احنا مرتاحين في محافظة الجوف. يعني سابقا كان فوضى وكان مشاكل وكان تقطعات وكانت يعني نهب من هابة. جهود مكثفة تبذلها السلطات الأمنية بالجوف لمواجهة التحديات الأمنية، سعيا منها لتحقيق مستوى عال من الاستقرار في المديريات المحررة، لا سيما في مركز المحافظة التي تكتظ بآلاف النازحين الفارين من مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.